يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك بعض النظريات فيما يسمى في الإعجاز العلمي تقول إن للسماء أعمدة لكنها لا ترى كما قال سبحانه بغير عمد ترونها. يبينون لنا هذه الأعمدة، ما دام يدعوا أنها أعمدة يبينونها لنا، أما ما داموا يدعون ولا يبينون لنا فنحن لا نطيعهم فيها ولا نصدقهم. نعم.